دي مباراة أهلي بنغازي أو أهلي ليبيا، ضيوفنا اللي كانوا منورينا طبعا في القاهرة. مباراتنا مع النادي الأهلي امبارح، النادي الأهلي الحمد لله فاز امبارح زي ما حضراتكم تابعتوا على شاشتنا 87-76. بعد اللقاء هنا أبو القاسم يعني مراسلتنا العزيزة من أرض الملعب عملت لقاءات مهمة، لقاءات مع يوسف باتريك يوسف جاردنز لاعبنا المصري اللي في صفوف الفريق، ولاعبنا طبعا إيهاب أمين وعمر طارق. اللقاءات دي كانت عقب المباراة، تعالوا نشوف قالوا إيه ونرجع لحضراتكم تاني. من جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات واحد أيضا من نجوم هذه البطولة باتريك جاردنر. First of all, congratulations. It was tough games, but at the end you've made it and qualified to the finals. So I want you to talk more about the games and the competition we've all seen. Yeah, so thank you for congratulating. I think it was just a big win coming off a loss. It was definitely a good team win, especially, you know, we played together and there was so much positivity. So it just felt really good to get the win. يعني طبعا انا كنت ببارك له على الفوز وبقول له ان اكيد كان في منافسه قويه بين جميع الفرق، لكن في النهايه قدروا اكيد يوصلوا للنهائيات. هو طبعا كان بيقول لي ان هم لعبوا بشكل جيد جدا وكان في روح جماعيه جيده في الفريق، وفي النهايه قدروا يحققوا الفوز ويتاهلوا للنهائيات. هو اكيد سعيد بهذا الفوز. I want you to talk more about the vibes, the fans, they came in all the games actually, so I want you to talk more about the vibes and the fans. Yeah, I mean, we're so thankful for the fans that came out to support us and the fans that just support us even if they didn't come to the game. They were really loud today and we fed off their energy and that helped us get the win. So thank you to them. يعني طبعا انا كنت كمان بكلمه على الاجواء داخل صاله الدكتور حسن مصطفى ووجود الجماهير، وحقيقه ان هو شكرهم جميعا وقال لهم هم اكيد اضافوا لهذه البطوله، وكمان هو شكرهم على دعمهم لي في كل المباريات والفريق اكيد بشكل عام. I know you've been practicing Arabic lately, so I want you to say or tell something to الاهلي fans. اوكي، شكرا جمهور الاهلي. معي بقى في هذه اللحظات الجولدن بوي الحقيقه واحد نجوم الفريق الاول لكره السله ايهاب امين. ده طبعا الف مبروك الحقيقه، عملتوا بطوله كبيره جدا. اكيد يمكن هنتكلم اكتر على مباراه النهارده، كانت مباراه صعبه، يمكن في البدايه كنتوا ماشيين بوينت بوينت، لكن في النهايه بقى قدرتوا تحسموا المباراه لصالحكم. طبعا الحمد لله، يعني بحيي جمهور النادي الاهلي كله والفرقه والجهاز الفني. يمكن النهارده كان ماتش صعب قوي بالذات بعد خساره الماتش اللي فات، كان علينا يعني حمل بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا، فالحمد لله اللي احنا قدرنا يعني ماتش زي ده ان احنا نثبت ان احنا فرقه بطوله وفرقه كويسه، وبالذات بعد خساره الماتش اللي فات. يعني انا هاخد من كلامك يمكن كمان التصفيات المره دي مشتعله جدا، كل الفرق قريبه من بعض، بنشوف فريق بيكسب المباراه اللي بعدها بيخسر، فعايزاك تكلمني اكتر على الاجواء دي. اكيد ده بيحط برضو بريشر عليكم ان انتوا تكونوا مركزين بشكل اكبر. طبعا يمكن بطوله افريقيا باين لكل الناس موسم بعد موسم بتحسن، حتى المحترفين في كل الفرق احسن محترفين السنه اللي فاتت، يمكن حتى اللعيبه المحليه في كل ثلاث فرق اللي معانا في المجموعه احسن من الفرق اللي احنا لعبناها السنه اللي فاتت، مدربين على اعلى مستوى، البطوله بتتحسن سنه عن سنه، فده بيخلي المنافسه اصعب. بس احنا الحمد لله يمكن عندنا جهاز فني على اعلى مستوى ومستقر بقاله كذا سنه، واللعيبه المحليه كويسه جدا، لعيبه كتيره في المنتخب، والمحترفين قدروا يخشوا معانا على طول وانسجموا، ولسه عندنا اعتقد يعني مستويات ثانيه ان شاء الله نقدر نوصل لها لما ماتشات تتقدم في كيجالي ان شاء الله. عايزه اتكلم عليك بالتحديد، الحقيقه انت عامل بطوله كبيره جدا، يمكن بتكون من توب سكوررز في كل مباراه، فعايزه تكلمني اكتر على ده. يعني يمكن بحاول انفذ الجهاز الفني واللعيبه يعني بيدوني ثقه ان انا اقدر العب اللعب اللي انا بلعبه في الماتشات دي. مش عايز انسى حد، يمكن الماتشات دي بالذات بنحتاج كل اللعيبه. اللعيبه بتبذل يعني مجهود جبار، تقريبا عندنا 6 ماتشات في 9 ايام، موضوع صعب جدا، ولسه جايين من دور الثمانيه في الدوري، وتقريبا كمان 3 ايام عندنا سيمي فاينل الكاس، وان شاء الله ان شاء الله بعديها عندنا فاينل الكاس، فموسم طويل وصعب، فكل اللعيبه بيبقى ليها ادوار مهمه جدا، والجهاز الفني برده يعني عايز اشكره، وان شاء الله نقدر نفرح الجماهير الفتره الجايه اكتر. اخيرا بقى الحقيقه الفتره دي كل تقريبا فرق النادي الاهلي بتشارك في البطولات الافريقيه وبتقدم مستويات كبيره جدا، كونك طبعا احد لاعبي النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، شايف ايه السر في ده؟ يمكن اكيد الاداره، استقرار الاداره ومدربين على اعلى مستوى ومحترفين على اعلى مستوى ولاعيبه محليه على اعلى مستوى، المنظومه كلها متكامله. عايز ابارك طبعا لفريق الفولي رجال وسيدات على الدوري، والرجال على بطوله افريقيا، والهاندبول على كاس الكؤوس. ان شاء الله احنا نبقى زيهم، وعندنا كاس كمان اسبوع ان شاء الله، مستنيين دعم الجمهور،
وبعديها ان شاء الله نهائيات افريقيا في رواندا ان شاء الله. ومعي في هذه اللحظات واحد من نجوم البطوله الحقيقه حتى الان عمر طارق. في البدايه طبعا الف مبروك تاهل للنهائيات، الحقيقه كانت تصفيات قويه جدا، شفنا نديه بين كل الفرق، فالف مبروك. وعايزك تكلمني بقى عن المباريات واكيد خصوصا مباراه النهارده. الله يبارك فيكي، والحمد لله. اول حاجه على المكسب طبعا. البطوله زي ما انت قلتي صعبه جدا، الفرق كلها بتتحسن سنه عن سنه، حتى الفرق الصغيره بتتحسن، اي حد بيكسب اي حد زي ما احنا شايفين. لو الفرقه مش نازله جاهزه واخده الماتش بجد ممكن اي حد يخسر من اي حد. يعني كان لازم نعوض طبعا الخساره بتاعه الماتش اللي فات، يمكن كان في دروب شويه، فالحمد لله قدرنا نعوضها ونصالح الجماهير. وبشكر طبعا الجماهير العظيمه اللي بتيجي تشجعنا وعلى طول في ظهرنا. الحقيقه ان مباراه غدا يمكن انتوا بالفعل تاهلتوا، لكن مباراه غدا هتكون مهمه عشان تسهل عليكم الطريق اكيد في النهائيات، فعايز اعرف هتستعدوا لها ازاي وايه التارجت منها؟ لا عادي طبعا، كل ماتش مهم، احنا صعدنا بس الاول بيفرق عن الثاني، ولازم ناخد كمان احسن اول في الثلاث مجاميع. يعني حتى لو احنا اول بتفرق نبقى يعني احسن تصنيف في الثلاث اوائل بتوع المجاميع، كل ده هيفرق في طريقنا ان شاء الله للنهائي. يعني هنجهزه زي كل ماتش، هنتفرج على الماتش بتاعنا اللي فات معاهم والغلطات اللي غلطناها نحاول نصلحها، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا بكره ونختم بقى التصفيات دي بمكسب ان شاء الله، ويعني نجهز بقى للماتشات اللي بعديها ان شاء الله. عايزين نتكلم على نقطة مهمة تانية وهي الأجواء. الحقيقة الأجواء مميزة جدا داخل صالة الدكتور حسن مصطفى، تنظيم عالي، وجود الجماهير أكيد بيكون ليه دافع قوي ليكم كلاعبين، فعايزة حضرتك بقى تكلمني على الأجواء. لا التنظيم صراحة على أعلى مستوى يعني، والجماهير يعني بشكر تاني الجماهير، جماهير الأهلي العظيمة اللي على طول في ظهرنا في كل حتة. يعني حتى النهاردة في ماتش كورة كمان الجماهير جت، يعني فحاجة يعني هم دول اللي بيدونا الدفع ان احنا يعني نطلع كمان اكتر من 100%. واحنا يعني ان شاء الله نقدر نساعدهم يعني. وتاني بنعتذر عن الاخفاق يعني بتاع الماتش اللي فات، يمكن كان بس فيه دروب يعني يوم كده، بس الحمد لله قدرنا نعوضه وان شاء الله نختمها بكره يعني على خير ان شاء الله. دي كانت لقاءاتي مع نجوم الفريق الاول للكره السله بالنادي الاهلي بعد فوزهم على فريق الاهلي الليبي وضمان التاهل لنهائيات بالفور في رواندا. يعني طبعا ببارك لكل جماهير النادي الاهلي واكيد ببارك لحضراتكم في الاستوديو، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.